معكم بفقراتنا لهذا اليوم. وصلنا هلأ لفقرتنا الحوارية الثانية لهذا اليوم، وهي التواصل الإلكتروني، مفهوم جديد بيدخل على حياتنا ليعطيها بعد جديد. هو بيقرب البعيد، بيبعد القريب. هل ممكن تنجح علاقاتنا مع ناس ما بنعرفهم، ونستبعد الناس اللي بنعرفهم من حياتنا لحتى نثق بناس جديدة؟ للحديث عن هذا الموضوع بيسرني رحب بالمرشد النفسي الأستاذ علي مياء. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. أهلا وسهلا، يسعد صباحكم. يسعد صباحك علي. أهلا، صباح. بالبداية حندخل معك بموضوع التواصل الإلكتروني الاجتماعي اللي هو كان عنوان ورشة قمت فيها حضرتك، تحكي لنا عن هاي ورشة العمل، تعطينا فكرة عنها. هلا بالبداية هيدي الورشة كانت اجت بإطار الأسبوع التثقيفي الموجه لطلاب الإرشاد النفسي بكلية التربية بسنواته الخمسة طبعا، بإشراف الدكتورة ريم كحيلة ودعم الدكتور فؤاد صبيرة ومشاركة بعض الأساتذة بالكلية. هلا الهدف من هاي الورشة هو التركيز على المهارات اللازمة للنجاح. يعني نحن لننجح بأي عمل بيلزمنا ثلاث أمور أساسية. الأول إنه اتجاهاتنا إيجابية نحو هذا العمل، يعني نحن بنحب هذا العمل. الثاني معرفة، يعني نحن بنعرف مبادئ قوانين لازمة لننجح. والشيء الثالث هو مهارات ضرورية للنجاح. فأحد هاي المهارات هو التواصل الاجتماعي، سواء عبر الانترنت او التواصل فيس تو فيس، يعني شخص لشخص. فاجت الورشه بهذا الاطار كاحد مهارات او المهارات الضروريه للنجاح. ما المقصود بالتواصل الالكتروني؟ هلا التواصل الاجتماعي الالكتروني نحن حاليا بنسمع انه الكبير او الصغير او المزارع او الاستاذ او الطالب كله انه بيطمح انه يكون عنده صفحه على الفيسبوك مثلا، او انه يكون فعال بالتواصل. فاذا بدنا نعرف التواصل كتعريف شامل للاجتماعي الالكتروني، هو عباره عن تخاطب أو تبادل بالرأي أو مشاركة أو حوار بتتم بين شخصين أو أكثر بالاعتماد على تكنولوجيا الانترنت بمجتمعات افتراضية طبعا. يعني مثلا في عنا هاي المجتمعات بتوفر بعض البرامج مثل فيسبوك، مثل تويتر، مثل يوتيوب مثلا عن طريق الفيديو، ومثل الواتس أب البرنامج الشهير حاليا. إذا نحكي على الصعيد الشخصي علي، مثل ما ذكرت هذا العالم الافتراضي، العالم الخيالي، هل هو صحي عقليا ونفسيا للمستخدمين؟ هلا مجرد ما يكون عندنا اعتدال فهو صحي، بس اذا بدنا نحكي بلغه الارقام مثلا بنلاحظ انه نسبه كبيره من المستخدمين حوالي 41% بيستخدموا الانترنت بين 2 ل 3 ساعات يوميا، وهذا معدل طبيعي. بينما اذا بدنا نحكي عن معدل مثلا 5 6 ساعات يوميا، يعني لحدود 35 ساعه او اكثر اسبوعيا، فهون بقلق ندخل بامور مرضيه، لان نحن بنحرم من تجارب بالحياه الواقعيه، بنحرم من خبرات، بنحرم من طلعات مع العائله ومن واجبات ثانيه، فهون بصير في عندنا مشكله طبعا. يعني هي اكيد مها، يمكن هو الحاله المرضيه هي تفضيله على كافه وسائل التواصل، مشكله نفسيه تعد للشخص او لا؟ هذا طبعا تفضيله. هلا نحن اذا بنعتبره مشكله نفسيه فبدنا نحكي عن سلبيات معينه نحن بنوقع فريسه لها. فمثلا في عندنا الانسحاب والعزله، يعني الشخص بفضله على كل الامور الاجتماعيه الثانيه. مثلا ممكن يكون في احتفال او قاعده مع العائله جنب البيت، فهو لا بينسحب مثلا وبينزوي وبيدخل بموضوع التواصل، ما في عنده علاقات اجتماعيه، تقصير بالعمل كمان. مثلا وين عم بيدخل على الانترنت؟ مثلا كلنا بنعرف انه الواحد بيجوز عم بيدور بموضوع معين، فصوره من هون، رابط من هون، فبيروح لمحلات ما بده اياها، مواقع لا اخلاقيه كثيره كمان. اذا تعود على انه يعمل حماقات ويكون عنده لا مبالاه من وراء هيدي الشاشه، مثلا ما حدا بيعرف مين هو، اسم افتراضي، عالم افتراضي، فممكن يدخل بحاله مرضيه. ذكرت انه الحد الطبيعي للدخول على الانترنت هو بين ساعتين لثلاث ساعات يوميا، هذا بيكون حد طبيعي طبعا. الحد الثاني انه في عالم بتقعد مثلا 35 ساعه بالاسبوع مثل ما ذكرت، هل هذا بيؤدي الى الادمان؟ ما علاقه الادمان بهيدي الحالات اللي عم تحكي فيها؟ هلا اي حاله ادمان، سواء كانت ادمان انترنت او ادمان كحول او ادمان مخدرات، بيجتمع فيها انه تعود. هلا هو بيبدا بالاستخدام الطبيعي، بعد فتره بيصير فيه الاستخدام قسري، يعني كان يستخدم ثلاث ساعات بعدين لا ما عاد فيه، وبده يستخدم خمسه سته سبعه. بعدين هو واعي بالخواطر او المخاطر اللي بتنتج عن هذا الشيء، ومع ذلك بيكمل. كمان تظهر عليه بعض الاعراض، مثلا اذا راحت الشبكه فهي مشكله كبيره، توتر، اضطرابات بالمزاج، ما بيعرف شو بده يساوي، قلق، ما بيعرف شو بده يساوي، انه بده ينتظر الشبكه، فما بترجع له حاله الراحه النفسيه الا لما بترجع الشبكه لعنده. دائما الاشخاص اللي بيكونوا مدمنين على هيدا الموضوع هن اللي بيصير معهم هيك حالات. ولكن التواصل الاجتماعي بهيدا النوع مين بيلجا له وليش؟ هلا بدنا نحكي عن التواصل الاجتماعي. هلا بالتاكيد التواصل الاجتماعي فيه له فوائد، نحن قاعدين وعم نحكي بشكل سلبي بشكل سلبي. فالتواصل الاجتماعي مو بالضروره يكون مثلا مشان المحادثه بس، مثلا فينا نحكي عن فوائد بحقق التواصل.
مثلا بميدان التعليم، مثلا ممكن يساعد التعلم عن بعد مثل الجامعه الافتراضيه السوريه، مثلا ممكن تواصل بهدف التدريب او التدريب مثل تدريب الاختصاصيين، تدريب الطلاب، ممكن جمع معلومات لازمه للابحاث. هي اذا بنحكي عن التعلم، هلا ممكن يكون وسيله للترفيه والتسليه، مثلا كلنا بنعرف ضغوط الحياه، فممكن العاب، فيديو، صور، ممكن يكون حاليا مثل ما عم نشوف التسوق الالكتروني كثير شائع، وسيله للدعايه والاعلان ايضا، طبعا وسيله للدعايه والاعلان، وممكن يكون بهدف التواصل مثلا مع مختصين بمجال بحث عم يعمله الشخص. فإذا هذه كلها من إيجابيات مواقع التواصل الإلكتروني. هلا إذا بدنا نحكي بذكرت أسماء وهمية كثير ناس بيستخدموها وبيدخلوا فيها وبيصيروا يعملوا تشات على هذا الأساس، هل فينا نحكي إنه هذا النوع من التواصل هو فعلا تواصل حقيقي أم وهمي مثل الأسماء اللي عم يستخدموها؟ هلا نحن هون بنكون بحالة مع الأشخاص اللي بيستخدموا أسماء وهمية، فهي فرق بين الشخصية الحقيقية اللي بيعيشوها بالعالم الواقعي وبين الشخصية الافتراضية اللي هي على الإنترنت. بس إذا بدنا نحكي بهذا الفرق، بنلاحظ إنه هو الشخص نفسه على الإنترنت بحس بالراحة النفسية، بحس بالسيطرة، فأنا وراء الشاشة ما حدا بيعرف مين أنا، بحكي شو ما بدي، بيكون في حالة من اللامبالاة بحياته الواقعية، انسحاب عزمة مثل ما حكينا، بينما على الإنترنت بيعبر عن حاله إنه هو شخص متحمس، بحب النشاطات، كمان في عنا ظاهرة هي بتكتر بالأزمات باعتبار إنه إحنا عم نعيش بأزمة، فهي ظاهرة تلاشي الخوف. يعني هو بالحقيقه مثلا اذا عنده بعض الافكار التحريضيه مثلا بجوز ما في انه ينزل على الارض الواقع وبست هي الافكار، فلا بياخذ اسم مستعار، بفوت على الانترنت، بصير بيكتب، بصير بيعبر، ما في عنده اي خوف. كمان في عندنا فروق بالشخصيه او بالاحساس بقيمه الذات، فهو كل شيء بينقصه بحياته الواقعيه بفوت من وراء هذا الاسم المستعار وبيصنعه، بيصنع لحاله الشخصيه المثاليه، الشخصيه اللي هو بيحبها، الشخصيه اللي هو بيفتقدها بالواقع، يعني بينفصل عن واقعه تماما. هذا الشخص ممكن تقل ثقته بنفسه بالتواصل الاجتماعي العادي، طبيعي، فيس تو فيس، ويصير عنده ثقه اكثر بالتواصل الاجتماعي الالكتروني. طبعا هلا الشخص بيكون عن طريق من وراء الشاشه بتحسي انه شخص واثق من نفسه، مثلا في اشخاص مثلا بنشوف كتاباتنا على الفيسبوك وهي بتصير معنا كثير، مثلا بتطلع انه كثير في كتابات حلوه، مثلا بتحسي هذا الشخص عاطفي، هذا الشخص ناقد، مثلا هذا الشخص انه انا بتمنى اني اتعرف عليه على قد ما كتاباته حلوه، بعدين بتعرف عليه فانا بلاحظ صوره مغايره تماما، بجوز شخص ما في عنده مثلا تقدير لذاته، ما في عنده ثقه حتى بالتواصل، مثلا ما كثير بيعبر عن حاله بحريه مثل الانترنت. بدنا نرجع لموضوع الإدمان عليه، مثل ما ذكرت موضوع الإدمان هو موضوع خطير جدا، يعني سواء كان الإدمان على الإنترنت مثل الإدمان على الكحول والمخدرات. هلا في حال وصل الشخص لهيدي المرحلة، مرحلة الإدمان، كيف لازم يعالج هيدا الشخص نفسيا؟ لأنه ممكن تصير عنده حالات نفسية مثل ما ذكرت، إذا انقطع الإنترنت، انقطعت الشبكة، نحن كيف نتعامل مع هذا الشخص المدمن على الإنترنت؟ هلا احنا رح نحكي بالتعامل او بالعلاج عن الادمان، سواء كان ادمان تواصل او ادمان اي شيء، بس قبل خلينا هيك نطرف نتفه صغيره لبعض الاعراض اللي بتكون عند المدمن. فهو دائما عنده اشتهاء للموضوع اللي مدمن عليه، مثلا اذا هو مدمن مراهنات او مدمن قمار فبيشتهي هيدا الشيء، ما بيشتهي الفيسبوك مثلا او التويتر، يعني البرنامج اللي هو مدمن عليه بيشتهي انه يفوت عليه. هي من ناحيه، من ناحيه ثانيه ما فينه يتحكم بوقت الاغراق او الابحار بالانترنت، مثلا انا بجوز هو يفكر انه انا بدي فوت مثلا 5 دقائق، فدخل على الانترنت حكى حدا من هون، شاف منشور من هون، راحت معه ال5 دقائق، ساعة، ساعتين، ثلاثة، بالإضافة لأنه الشخص، هلا الشخص المدمن على الإنترنت عكس مدمن المخدرات أو الكحول، هلا مدمن الكحول أو المخدرات مثلا نسأله أنت مدمن الكحول، فبيطلع هيك ممكن يحكي ممكن ما يحكي، حتى أهله للشخص بيحاولوا أنه يخبوا الموضوع، بينما بحالة الإنترنت لا، بتسألي أنه أنت مدمن إنترنت؟ إيه مدمن إنترنت. وفي كمان اعراض جسديه مثلا تتعلق بالتعب، العيون، المفاصل، العمود الفقري، الرقبه، فكل هاي حاله نفسيه وعصبيه حاله الادمان. هي بشكل عام كنبذه عنه. بينما اذا بدنا نحكي بالعلاج، هلا في عندنا بعض التقنيات المستخدمه لتقليل وقت الاستخدام، بحيث انه كان اول شيء وقت الاستخدام كبير مثلا 40 50 ساعه، فمستخدم تقنيات معينه رح نحكي فيها لاحقا. طيب هلا بدنا نحكي ايضا بموضوع الادمان ولكن عند الاطفال. هلا عم نلاحظ على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه على الفيسبوك صفحات لاطفال باعمار صغيره، هون شو دور الاهل بهيدا الموضوع؟ كيف لازم يتعاملوا مع اطفالهم اللي عم يدخلوا يمكن باعمار كثير صغيره، مثل ما ذكرنا يمكن بالابتدائي عم بيكون عندهم صفحات وعم يتواصلوا مع عالم اهلهم ما بيعرفوا كيف طبيعه التواصل معهم، نحن كيف هون بدنا نوجه للاهل فكره للعنايه باطفالهم اللي عندهم صفحات على الفيس؟ هلا دور الاهل بيتحدد بثلاث نقاط اساسيه.
أول شيء متابعة الأبناء متابعة دائمة وتوجيههم كيف مثلاً إذا أبني عنده مشكلة معينة فأنا يا أما بدي ساعده لحلها يا أما بدي أبعثه لحد مختص يساعده، ما فيني أتركه أنا لوسائل التواصل الاجتماعي أو الإلكتروني لحتى هي تحل له مشكلته، لأن ممكن هاي المشكلة تتفاقم. هاي أول ناحية. الناحية الثانية بعد ما تابعناهن ووجهناهن نكون نموذج حسن لإلن. مثلاً هلا الابن إذا شاف أهله مثلاً بيركزوا على العمل أكثر، بيركزوا على الدراسة، طموحاتهم كبيرة، فهو بياخذ نفس الفكرة منهم، طموحات عمل. بينما إذا شاف الأم مثلاً 25 ساعة كل يوم على الإنترنت باعتبار أنه أحياناً بتاخذ ساعة من اليوم الثاني، فأكيد رح تنتقل له الحالة ورح يقعد يقلد الأم. فالطفل بشكل عام بيصدق الشيء اللي بيشوفه. يعني إذا قالت له مثلاً والدته ما تدخل على الإنترنت وعم يطلع أنه لا والدته عم تدخل على الإنترنت كل يوم، فالطبيعي انه هو كمان يدخل على الانترنت مثله. والنقطه الثالثه اللي بتحدد فيها دور اهل هي تحديد وقت الاستخدام. يعني ما بنتركه مثلا ايمتى ما بده قد ما بده، لا بحدد له مثلا معك نص ساعه، من الساعه كذا للساعه كذا، فبعدك تكون حازم معه انا للطفل، ما بسمح له انه يستخدم الانترنت بعد هاي المده. احيانا في اهل بيلجؤوا لتحديد الوقت، مثلا نحن عم نحدد وقتنا لهذا الطفل بساعه معينه، ممكن يطلع خارج البيت مثلا يستخدم المحلات الثانيه، فهذا شو بتنصح الاهل وكيف ممكن يتابعوا اطفالهم بهذا الموضوع؟ هلا احنا من هون حكينا عن متابعة دقيقة من أهل. مثلاً نلاحظ بعض الأمهات أو ممكن مثلاً يوصلوا لعمر معين للأطفال أنه وقتها نسمح لهم أنه يستخدموا هذا النوع من التواصل الاجتماعي، يوصلوا لمرحلة قادرين يفرقوا بين الشيء اللي بيفيدهم والشيء اللي ما بيفيدهم. هلأ أنا رأيي بهذا الموضوع، مثلاً نحن ما فينا نحرم الأطفال من تقنية واسعة الانتشار بهذا الشكل، لأن نحن بتعرفي أنه بيقولوا كل ممنوع مرغوب. صحيح. فلا نحن بنحطهم بصورته مثلا، بس بنحطهم بصوره الاستخدام الصحيح لإلها. مثلا فينا نحطهم بصورته انه ممكن نستخدمها للتعليم، ممكن لبرامج الاطفال، ممكن نتسلى عليها باوقات الفراغ. يعني نحن بنعطيهم الشيء الصح لحتى هن ما يروحوا يدوروا على الشيء الغلط، بس ما فينا نحرمهم او نمنعهم عنا بشكل نهائي. طبعا اكيد. هلا بنرجع لموضوع التقنيات اللي فينا نتبعها نحن مع مدمني الانترنت. اي بالضبط. فهيدي التقنيات في عندنا تقنيه اسمها عمل العكس. مثلا نحن بنراقب بهذا المدمن مثلاً أي ساعة لأي ساعة هو عم فوت على الإنترنت. مثلاً إذا كان عم يدخل على الإنترنت بفترة المساء فنحن بنسمح له يدخل بفترة الصباح. إذا هو عم بفوت مثلاً بالعمل فنحن بنمنعه عن الاستخدام بالعمل، مثلاً ممكن تستخدمه بالبيت. هيدي أحد التقنيات. في تقنية تانية مفيدة كتير هي اسمها بطاقات التذكير. فبيجيب من المدمن طبعاً، هو بيكون عند مختص نفسي، فبيسجل على بطاقة أهم خمس آثار سلبية نتيجة إدمانه. مثلا انا قصرت بالعمل، مثلا ما عم كون بواجباتي تجاه العائله والابناء، فبسجل اهم خمس اثار سلبيه على البطاقه، وعلى البطاقه الثانيه بسجل اهم خمس نتائج ايجابيه راح بتصير نتيجه تخلصه من الادمان. مثلا راح ارجع انا للعائله، راح ارجع مثلا المع بعملي، وهي البطاقات بيحملها معه وين ما راح بجيبته، بحيث انه هو لما يفوت على الانترنت فهي البطاقات تاخذ دور التذكير، بتذكره مثلا انه انا لا شو عم اعمل، ممكن يفتح شوي ويسكر. طبعا في عندنا التقنيه الثالثه اللي هي المشاركة بنشاطات اجتماعية، مثلا مثل رحل، كلها بتلعب دور بالتنفيس الانفعالي وبإبعاده عن موضوع الإدمان. هلا في عندنا تقنية كمان اسمها الامتناع التام. هلا حكينا عن الإدمان انه حالي نفسي وعصبي، طيب اذا هون من يا ترى فينا احنا نمنعه فورا نقول له لا ما تستخدم الانترنت؟ صحيح، ما فينا. فالامتناع التام هو بيقوم على منعه من الشيء اللي هو مدمن عليه. مثلا اذا هو مدمن على الفيسبوك نحن بنمنعه عن الفيسبوك، مثلا ممكن نسمح له يستخدم تويتر او يوتيوب لبعض الوقت. هيدي تقنية. هلا التقنيات متعددة. في عندنا تقنية اسمها إعادة توزيع الوقت. إعادة توزيع الوقت كيف؟ يعني قبل ما أنا أكون مدمن على الإنترنت كيف كنت أعبي وقتي كله؟ مثلا كنت أعبيه بزيارات، برحلات، بأنشطة رياضية، فنحاول معه إنه يرجع لنفس النشاطات اللي كان يقوم فيها قبل إدمانه على الإنترنت. والتقنية الأخيرة اللي هي تحديد وقت الاستخدام. طبعا إذا هو بيستخدمه 40 ساعة قلنا أو 35 بالأسبوع، فنحن إذا نظمنا له هذا الوقت بجوز نعطيه فرصة ليصير في عنده وقت جديد. فتحديد وقت الاستخدام مو هيك بيكون. بيكون نحن مننقص نص مثلا، إذا هو بيستخدم 40 ساعة أسبوعيا نحن نخليه يستخدم 20، لكن بأوقات محددة. فهو ما بيحق له أنه يستخدم عدد ساعات أو دقائق أكثر على الإنترنت إلا بهذا الوقت. وفي التقنية الأخيرة اللي هي معنا مستخدمة لسه عنا للأسف، هي بتكون بمراكز. في بعض المراكز بأوروبا تعتمد على العلاج بالعودة إلى الطبيعة. يعني بيجيبوا له المدمن من بيته، بيحطوه ببيئه طبيعيه، مثلا بيعطوه مهمات مثلا العنايه ببعض المزروعات، العنايه ببعض الحيوانات بدون اسس تواصل هيك، فبملوا له وقته كله عن طريق العوده للطبيعه. طبعا هيدي لسه ما متوفره عنه.
برأيك أنه التواصل الاجتماعي هو يعني شيء سلبي أو إيجابي؟ لأنه دائما نلاحظ أنه نحن ابتعدنا عن القراءة شوي. التواصل الاجتماعي يمكن بيساعدنا لنتعرف على أفكار جديدة، على مواضيع جديدة ممكن يطرحوها الأشخاص اللي نحن على تواصل دائم معهم، ويكون إذا استخدم بالشكل الصحيح والأمثل يكون هو شيء مفيد ما هو شيء ضار. شو رأيك بهذا الموضوع؟ التواصل الاجتماعي هو بحد ذاته ما هو شيء سلبي او هو شيء ايجابي، لكن نحن عن طريق استخدامنا عن طريق افكارنا ممكن نصنع منه شيء سلبي وممكن نصنع منه شيء ايجابي. لكن ليكون هذا التواصل ايجابي ففي عندنا مركز الجوار الاوروبي بيوصينا باربع اساسيات لحتى نحن يكون تواصلنا ايجابي. فاول اساسيه انه نحن نشارك الاخرين بانتاجنا المفيد، نستفيد من تعليقات او راي بتعديل هذا الانتاج وبتعديله بالمرات القادمه. كمان بوصينا بالتحاور والتعبير عن الرأي. طبعا ما بيكون التعبير عن الرأي عشوائي انه انا بس شفت حوار مثلا بدخل بعبر عن رأيي فورا. تمام. لا، بشوف انا عن شو الموضوع بعدين بعبر عن رأيي بهدوء، فهذا بيساعد بتقوية نفوذي وتأثيري على الآخرين. الشغلة الثالثة اللي بوصينا فيها مركز الجوار الأوروبي هي التواصل مع أشخاص ومساعدتهم والتعاون معهم، بشرط انه يكونوا هدول الأشخاص بيساعدونا كمان نحن بنشر رسالتنا الإنسانية أو العملية أو العلمية. يعني ما اي حدا مثلا بيحكيني انا ايه لازم اتواصل معه. والفكره الرابعه اللي بوصينا فيها هذا المركز هي الدخول بمجموعات، مثل على الفيسبوك بنلاحظ انه في مجموعات، طبعا ما اي مجموعه، كمان هيدي المجموعات ممكن تكون مثلا انا بالمستقبل راح اكون عضو فيها. مثلا انا مثلا هلا حاليا طالب بكليه التربيه بجامعه تشرين، مثلا بطمح اني اكمل دراسات بالمانيا، فانا ممكن ادخل باحد المجموعات بالمانيا بحيث اني انا عن طريق هاي المجموعه اكون سفير لبلدي، اعطيهم افكاري وثقافتي واتعرف على افكارهم وثقافتهم اللي ممكن انا استفيد منها بالمستقبل. يعني ما كلها مجموعات تسليه وترفيه. طبعا اكيد. هلا اذا برايك علي فينا نحن نعتبر ان التواصل الاجتماعي الالكتروني هو اتصال مع الاشخاص الموجودين بهذا العالم الافتراضي وانفصال عن المجتمع اللي حواليه؟ هلا بكل تأكيد، فالتواصل هو تواصل مع أشخاص من ثقافات، ممكن تكون من ثقافات مختلفة، ممكن من بلدان مختلفة، فهو ما بيحط لنا أي أساس مثلا أي أساس طائفي أو عرقي أو اجتماعي أو مذهبي. يعني أنا هون فيني أتواصل مع شخص من أفريقيا، فهلا إذا وصلنا لحالة إنه الشخص قاعد معنا ماديا، يعني هو موجود معنا لكن بأفكاره بنفسيته هو سرحان وما هو موجود معنا وجود نفسي، هو موجود بهذا العالم الافتراضي، فنعم هون المشكلة بتكون كبيرة كتير. فينا نعتبره اتصال وانفصال، يعني فينا نعتبره انفصال من وجوده معنا وفينا نعتبره اتصال وهمي بهذا الفضاء الواسع. هذا الشخص اللي بيتواصل معنا افتراضيا كيف نحن ممكن نثق فيه؟ يعني دائما عم تجينا طلبات صداقة، عم تجينا منشورات جديدة على صفحاتنا، كيف ممكن نحن نوثق بهذا الشخص وانه دائما يكون في تواصل واثق بيننا وبين الاشخاص اللي متعرف عليهم عن طريق الانترنت؟ هلا بصراحة التواصل عن طريق الانترنت يفترض يكون مع اشخاص نحن بنعرفهم سابقا وبنوثق فيهم. هلا اذا بدينا بتواصل جديد فاكيد موضوع الثقه بده يكون هيك حسب خبره الواحد وتجاربه السابقه. تماما. فما فينا نقول انه هذا الشخص تعرفنا عليه وصار فيه صداقه وصار فيه ثقه فورا، فالتجارب مع هذا الشخص بتخلينا يا اما نوثق فيه يا اما بتخلينا نبتعد عن التواصل معه بشكل عام. طيب خلينا هلا نغوص اعمق باهميه هيدي الشبكات، شبكات التواصل الاجتماعي، ومن فيس، تويتر، مثل حتى جوجل اللي هو موقع كثير مهم حتى نحن نكتسب الخبره والمعرفه. يعني ما فينا نحن ننكر ايجابيات هيدي المواقع بالاضافه الى سلبياته ايضا. خلينا نتخصص اكثر بموضوع الايجابيات ونحددها بشكل دقيق. هلا هي ايجابياتها كبيره كثير، مثلا بتعطينا فرصه لنوصل لجمهور جديد بتكلفه اقل، بوقت اسرع، بجاذبيه اكبر. هلا نحن مثلا عن طريق الاعلام التقليدي مثل التلفزيون او المذياع ممكن نسمع خبر معين، بس يا ترى نحن فينا نعبر عن راينا بهذا الخبر؟ مثلا انا عم شوف برنامج بس ما فيني اعبر عن رايي، بينما هذا البرنامج مثلا عن طريق صفحته الالكترونيه انا بقعد لا بعبر عن رايي انه هذا البرنامج حلو هذا البرنامج ما حلو، يعني بيعطينا حريه اكثر. كمان الاتصالات الدوليه، مثلا اذا شخص عنده اقرباء خارج البلد فما فينه يقعد يحكي معنا عن طريق شبكه الاتصالات لان التكاليف بتكون باهظه، بينما بيوفر لنا اتصالات دوليه بسعر رخيص. كمان في عندنا المحادثه الافتراضيه اللي حكينا عنها ممكن يكون لها بعض الجوانب الايجابي، في عندنا الحوار المباشر ممكن هذا الحوار كمان بالصوت بالصوره ممكن بالفيديو مثلا، واخر شيء انها مجانيه تقريبا. فانا بركز دائما على موضوع التكلفه اذا كنا عم نستخدمها لاغراض ايجابيه. كمان فينا نستخدمها للنشر، مثلا انا عندي مقاله معينه بدي انشرها
فعن طريق نشر على الانترنت مثلا بوفر الطباعه، بوفر الورق، بوفر التوزيع. يعني اذا بدنا نحكي بالايجابيات فهي كبيره كثير، فينا نستخدمها بالبحث. ففي شركات كثير بتاخذ دور الوسيط، فشركه انا بدي ابحث عن عمل مثلا، ففي شركات تاخذ دور الوسيط بين صاحب العمل وبين الشخص اللي عم يدور على عمل. مثلا البحث عن زواج حاليا وهي شائعه كثير، فملاحظ مثلا دائما مثلا فتاه مغربيه ترغب بالزواج بشاب سوري او فتاه كذا، فكمان صارت هيدي الشغله الشائعه. هيدي بنعتبرها من الايجابيات او السلبيات؟ لا انا بعتبرها بموضوع السلبيات صراحه. علي بدنا منك كلمة أخيرة لكل مستخدمي الإنترنت وللأهالي اللي عندهم أطفالهم صفحات على الإنترنت، كلمة أخيرة من حضرتك. هلا الكلمة الأخيرة اللي بدي أقولها أنا، إذا الإنترنت إذا نحن سيطرنا عليه فهو صديق جيد لنا، لكن إذا الإنترنت سيطر علينا فهو صديق سيء جدا. بدنا نشكر وجودك معنا المرشد النفسي علي مية، أهلا وسهلا فيك، شكرا للموضوع الفعلا شيق اللي كنا عم نحكي فيه. شكرا لأستضافتك. أكيد أهلا وسهلا فيك، وشكرا للمعلومات اللي كتير قيمة اللي عطيتنا إياها، وأكيد نصحت فيها كل الشباب والصبايا اللي بيتعاملوا بهذا الموضوع وبيتواصلوا دائما على صفحات التواصل الاجتماعي انه يكونوا يستخدموا الاستخدام الامثل لهيدي المواضيع. هلا مشاهدينا رح نبقى مع مقاطع مضحكه من الانترنت ومتابعه سوا.